العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الليلة المباركة هي أول العشر الأخير من شهر رمضان المبارك. هذه الليلة هي أول العشر الأخير من هذا الشهر الكريم، وهذه العشر الأخيرة لها ميزة ولها فضل على غيرها من الليالي والأيام، فلياليها أفضل ليالي السنة كلها. أفضل ليالي السنة كلها هي هذه العشر، فهي أفضل من ليالي عشر ذي الحجة التي قال الله تبارك وتعالى عنها: والفجر وليال العشر. ليالي العشر المذكورة في هذه الآية الكريمة هي ليالي العشر من ذي الحجة التي آخرها يوم عرفة، ولكن مع هذا ليالي رمضان، هذه ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل منها، لأن هذه الليالي العشر فيها ليلة القدر، فيها ليلة القدر، وليلة القدر هذه كما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ هذا تفخيم وتعظيم لهذه الليلة، يعني ما أدراك عن عظمتها وفضلها وما فيها من الخيرات وما فيها من البركات. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني الإنسان يتعبد في هذه الليلة خير من أن يتعبد ألف شهر. ألف شهر يتعبد في هذه الليلة، عبادة هذه الليلة وفضل هذه الليلة أفضل من ألف شهر. وألف شهر إذا قسمت على السنين بلغت 83 سنة، مكسور 83 سنة كأن الإنسان يتعبد مقابل هذه الليلة، يعني تعادل هذه الليلة الكريمة. وهذه هي الميزة، هذه هي الميزة لهذه العشر الأواخر من شهر رمضان، أن فيها هذه الليلة، يعني من المؤكد أنها فيها، وأنها في أوتارها، إما أن تقع في 21 أو في 23 أو في 25 أو في 27 أو في 29، يعني محتملة أنها تقع في هذه الأوتار من هذه الليالي العشر. ولكن الراجح من ذلك كله أنها تقع وأنها تتحرى وأنها أولى ما تكون في ليلة 27. فهذه العشر الأخير الفضيلة هذه امتازت على بقية أيام السنة وعلى شهر رمضان كله، امتازت عليها بوجود هذه الليلة الشريفة الكريمة التي قال الله تبارك وتعالى عنها: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يبين ويميز كل أمر حكيم جاء من عند الله تبارك وتعالى، ينزل من اللوح المحفوظ وموجود في هذه الأوامر وهذه المقدرات من الآجال والأرزاق موجودة في اللوح المحفوظ، ولكنها في حق هذه السنة تنزل
تنسخ وتنزل من اللوح المحفوظ مقدرة حتى في الأرض لتقع فيها، يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. فهذه الليلة العظيمة وهذه الليلة الشريفة واقعة في هذه العشر، وهذا ما جعل أن هذه العشر هي أفضل الليالي على الإطلاق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم انتهى أمره إلى العشر الأخير، فصار صلى الله عليه وسلم لا يعتكف إلا العشر الأخير، يرجو ثوابها وجزيل أجرها وعظيم ثواب عند الله تبارك وتعالى. فاقتصر اعتكافه عليه الصلاة والسلام في مسجده، ويعتكف معه أزواجه، يعتكف في هذه العشر الأخير، لما لها من الفضل ولما لها من الميزة ولما فيها من الأجر العظيم. وفي هذه الليلة وفي هذه الليالي أيضا كان صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنه يفصل ما بين صلاة ونوم في العشرين الأول، يفصل ما بين ينام وما بين يتهجد ويصلي. فإذا دخل العشر، دخلت هذه العشر الأخيرة، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، كل هذا يفعل عليه الصلاة والسلام، يعني يهتم بها ويعنى بها أكثر مما يعنى بأول الشهر. شد المئزر، اختلف العلماء في معنى شده المئزر عليه الصلاة والسلام، فبعضهم قال إنه كناية عن النشاط في العبادة، وأن الإنسان إذا أراد أن يجد في العمل ويجتهد فيه شد مئزره وكف ثيابه حتى يكون أعول له على العمل، هذا شد المئزر، هذا تفسير لبعض العلماء. وبعضهم فسر ذلك باعتزاله النساء، وأن المئزر هو ما يغطي أسفل البدن، الإزار هو ما يغطي أسفل البدن، فهذا كناية عن تركه، عن اعتزاله النساء وبعده عنهن والتمتع بهن، وأنه ما صار همه إلا العبادة والصلاة. فكان صلى الله عليه وسلم يقول عائشة: إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله، يوقظهم للصلاة ويوقظهم للعبادة، ما يدعهم ينامون الليل كله، لا، يأخذون حظهم ونصيبهم من التهجد ومن عبادة الله ومن الصلاة ومن الذكر بأنواعه. وشد مئزره وأيقظ أهله، والأهل المراد فيهم الزوجات، والمراد فيهم الأولاد من بنين وبنات، كل من يعني يعوله ويكون عنده في بيته، هذول هم أهله. وأيقظ أهله، يوقظهم للعبادة وللصلاة. وأحيا ليله عليه الصلاة والسلام، يحيي الليل، وليس المراد بإحياء الليل أن الإنسان من حين الفطور حتى السحور وهو يصلي، لا، يقول عائشة رضي الله عنها إنه ما أحيا ليلة قط، يعني ما صلى الليل كله وشرده بصلاة أبدا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يصلي وينام، يصلي وينام ويصلي ويستريح ويصلي ويتلو القرآن ويذكر الله تبارك وتعالى، ولكنه مع هذا ليهتم اهتمام كبير بها بليالي هذه العشر. فكان عليه الصلاة والسلام
يحيي الليل. ومن إحياء الليل أن الإنسان يصلي صلاة التراويح ويصلي مع المسلمين التهجد أو بعض التهجد. إذا صلى هذا يطلق عليه بأنه هذا أحيى الليل، هذا من إحياء الليل وعدم إماتته. فهذه هي من ميزات هذه العشر المباركات. فالمطلوب من المسلم الفطن المتيقظ لنفسه أنه لا يحرم نفسه هذه الليالي المباركات، وألا يضيعها باللهو والسهو والمجالس الفارغة أو النوم الممتد من أول الليل إلى آخره. لا، ما ينبغي للإنسان تفوته هذه الليالي وهذه الساعات وهذه النفحات. تنزل رحمات ربنا ويفتح أبوابه للداعين والمصلين والذاكرين والمتهجدين، يفتح له أبوابهم وهم يغتنمون هذه النفحات الكريمة وهذه الساعات المباركة وهذا القرب من الله جل وعلا. وهذا الشاهي ولاهي إما بكلام فارغ وإما بمجالس لهو وإما بنوم عميق. لا أبدا، ما هي هذه صفة المسلم الفطن الذي يغتنم الساعات ويهتبل الأوقات المباركات. فهذه العشر هي الأخيرة من هذا الشهر العظيم، يعني مضى ثلثاه ولم يبق منه إلا الثلث. فالمفرط يستدرك في هذه الليالي ما فاته في أول الشهر، والمجد يبقى على جده واهتمامه حتى لا يكل في آخر هذه الأيام الكريمة وفي تلك الساعات التي يتجلى الله فيها تبارك وتعالى لعباده، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ الله سبحانه جل وعلا خزائنه ملأ من الخيرات والبركات، فلا ينقصه شيء، ما ينقص هذا من ملكه ولا من شيء. وإنما هو يقول كما جاء في الحديث: لو أن أولكم، هذا حديث قدسي، يا عبادي، الله جل وعلا يقول للناس: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد، كلهم في صعيد بارزون، فسألوني كل واحد سألني مسألته فأعطيته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في البحر في اليم. الله جل وعلا كما جاء في الآية الكريمة: قل لو كان البحر مدادا لكن لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. خزائن الله ملأ وعطاؤه جزيل، ولا ينقص هذا شيء، لأن أمره كن فيكون، أمره جل وعلا بالشيء كن فيكون. فالإنسان يعني يدعو الله جل وعلا ويبتهل إليه ويتضرع بين يديه وينتظر الإجابة. يقول: عنده حسن ظن بالله أن الله جل وعلا ما وفقه للدعاء ولا وفقه للعبادة، وإلا أنه سيعطيه ما سأل وسيثيبه على ما فعل. هذا هو اللي يعني الإنسان يكون قريب عهده بالله جل وعلا.
فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يتكاثره شيء جل وعلا. فليكن المسلم قريبا من الله، راجي ثواب الله جل وعلا، محسنا الظن بالله تبارك وتعالى. الله ما وفقك لعبادته ولا سهل عليك طريق رشده ولا أمدك بالدعاء إلا هذا من توفيقك، هذا من توفيقك أيها العبد. واعلم أن هذا من عنوان سعادتك، وأن الله جل وعلا سيعطيك ما سألت، سيعطيك ما سألت وما طلبت. الإنسان يسأل الله جل وعلا ويدعوه، يدعو الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، يدعوه جل وعلا. الله جل وعلا له 99 اسما، هذا هو الذي ورد، وإلا فالله جل وعلا له أسماء وصفات عظيمة كثيرة لا نعلمها، لكن هذه 99 هذه ينبغي للمسلم أن يدعو الله بها. تدعو الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اسألوه الدعاء السؤال، اسألوا الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فإنه أقرب ما يكون بها. والإنسان يتوسل إلى الله بمطلبه باسم من أسمائه، يا رزاق، إذا طلب الرزق قال يا رزاق ارزقني، وإذا طلب المغفرة يا غفور أو يا غفار اغفر لي، طلب الرحمة يا رحيم ارحمني. واسأل الله جل وعلا حاجتك باسمه العظيم الذي جعله لهذه المسألة. هكذا ينبغي للإنسان أنه يسأل، أنه ولا يغفل عن هذا، ولا يظن أن الله جل وعلا أن الله بعيد منه. لا، خليك احسن الظن بالله، احسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأنه سيجزيك ويثيبك. فالإنسان أنا عند ظن عبدي بي، الله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ظن الإنسان بعبده خيرا وجد الخير، وجد ذلك الخير عند الله تبارك وتعالى. والقصد منا أننا لا نفوت هذه 10 الكريمات، لا نفوتها، ستفرط منا ليلة بعد ليلة، ليلة بعد ليلة تفرط منا ما ندري إلا وهلال العيد قد أهل علينا. وإذا فاتت هذه الأيام بما أودعناها، إن كان أودعناها بخير وجدناه، أودعناها بلهو وسهو فذهبت علينا هباء. فهذه كالأواني، الأواني الإنسان يجد فيها ما وضعه فيها، يجد في هذه الليالي الكريمات ما وجد فيها. فالمحروم من حرم خيرها، والله ما هو المحروم من فقط من لم ينل حظه من الدنيا، أو لم ينل جاهه أو نصيبه أو كذا. والله المحروم من حرم خير هذه الليالي، هذا الحرمان الحقيقي، هذا الحرمان الحقيقي، أن الإنسان يحرم فضل هذه الليالي وأجر هذه الليالي، هذا هو المحروم. من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، هذا اللي خسر نفسه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الموازين ما تثقل إلا بالأعمال الصالحة، الموازين يوم القيامة إذا وزنت الأعمال ما ثقلت ولا رجحت إلا بما أودع فيها من أعمال الصالح. فعلى المسلم أنه يغتنم هذه الليالي وألا تفوته وألا تضيع عليه. وإذا رأى هؤلاء المحرومين من خيرها وفضلها فليحمد الله جل وعلا أن الله تبارك اختاره ووفقه، لأنه لم يسلك مسلكهم
ولم يتبع أمره. وإلا فأنت إذا ترى الأسواق مزدحمة بالناس، تجد الأسواق مزحومة منها المتسكري ذهاب وإياب، هذا إذا كان سالم وبريء، وإن كانوا تبع النساء ومغازلة النساء عاد هذا الإثم والعياذ بالله. حصل في البلد الحرام وفي الليالي الكريمات حصل الإثم والعياذ، الإثم العظيم. يحمد الله أن الله جل وعلا لم يجعله مثل هؤلاء، يعني هو ليس أزيد منهم عقول ولا ولا ولكنه هو الله سبحانه وتعالى وفقه بأن جعله من عباده الصالحين الفطنين. تجد هذه الأسواق والعياذ بالله مزحومة، تجد المقاهي، تجد المحلات والأشياء كلها مزحومة بالكلام الذي ليس له يعني ثمرة، وربما أنه عاد بالشر ولا على أصحابه. نقرأ من هذه الأحاديث التي في هذه الليلة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الأول عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله تعالى: لقد نزل بكم عشر رمضان الأخيرة، لقد نزل بكم عشر رمضان الأخيرة، فيها الخيرات والأجور الكثيرة، فيها الفضائل المشهورة والخصائص العظيمة. فمن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. هذه عائشة رضي الله عنها هي أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي زوجته، وهي مع هذا متتبعة لأعماله وحريصة على تصرفاته لتستفيد منها، ولهذا صارت رضي الله عنها من أعلم الصحابة، من أعلم الصحابة، لا سيما يعني في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم المنزلية التي كان يعملها يفعلها في المنزل، فهي رضي الله عنها حريصة. فهي تقول صلى الله رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في أول الشهر، ولكنه إذا دخل العشر الأخير زاد اجتهاده وزاد يعني عمله على غير أيام رمضان المباركات. قال: وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هذا الحديث بالصحيحين، في صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم، الإمامين الكبيرين البخاري ومسلم، هذان الكتابان أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، بعد القرآن أصح كتاب أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما في هذين الكتابين الجليلين، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. فعائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله عليه الصلاة والسلام. كل هذا اهتمام بطاعة الله وبالعبادة واغتنام لهذه العشر المباركات حتى لا تفوت عليه الصلاة والسلام. قال: وفي المسند عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند كتاب عظيم صنفه رضي الله عنه وجعله على حسب أسماء الصحابة، كل صحابي يجعل أحاديثه على حدة، ابتدأهم بأبي بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان ثم علي
ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أتى بالصحابة رضي الله عنهم واحدا بعد واحد، كل صحابي يجعل حديثه مسندا وحده يسنده، سواء كان بالطهارة، سواء كان بالصلاة، سواء كان بالبيوع، سواء كان بالنكاح، المهم أن هذا الحديث أنه ورد وروي عن هذا الصحابي، فهو رضي الله عنه رحمه الله ورضي عنه، روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت يخلي، كان صلى الله عليه وسلم في العشر في العشرين الأول يخلط ما بين قيام ونوم، فإذا دخل العشر الأخيرة لا أحيا الليل كله. وتقدم لنا أن إحياء الليل أن معناه الصلاة في أغلب الليل، الصلاة هذه وكان ولكنه عليه الصلاة والسلام يحيي، لا يحيي فقط بالصلاة، يحيي بالصلاة وتلاوة القرآن والذكر، ذكر الله جل وعلا والصدقة وفعل الخير كله، كل فعل الخير يودعه هذه الليال الطيبات المباركة. كان يتدارس القرآن هو وجبريل في رمضان، يتدارسون القرآن، يعرض القرآن على جبريل، كل من باب توثيق القرآن، لا يزيد حرف ولا ينقص حرف. فلما كانت السنة التي توفي فيها النبي عليه الصلاة والسلام عرضه عليه مرتين يعرض القرآن على جبريل، لأن جبريل هو الذي نزل بالقرآن من عند الله تبارك وتعالى، وإنه يعني القرآن، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، الروح الأمين هو جبريل، على قلبك أو على فقط لسانك، لا، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين، يعني إن هذا القرآن مذكور نزوله وصفته مذكور في زبر الأولين، زبر الأولين يعني كتبهم الأولين مثل التوراة والإنجيل والزبور والصحف وغير ذلك من كتب الله التي أنزلها على الأنبياء، وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ ألا لقريش معجزة ودليل، دليل على أن هذا القرآن من عند الله، وأن بنو إسرائيل وأن بني إسرائيل الذين يقولون الحق أنهم يعرفونه؟ أولم يكن لهم آية يعني دلالة على صدقك وصدق هذا الكتاب، آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون عن حقيقة هذا الكتاب؟ أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ قال: ففي هذا الحديث دليل على فضيلة هذه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيه أكثر مما يجتهد في غيره، وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيرها، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشد مئزره، يعني يعتزل نساءه ليتفرغ للصلاة والذكر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه لشرف هذه الليالي، وطلبا لليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم يحيي الليل كله في عبادة ربه من الذكر والقراءة والصلاة والاستعداد لذلك والسحور وغيرها. وبهذا يحصل الجمع بينه وبين ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. لأن إحياء الليل الثابت في العشر يكون بالقيام وغيره،
من أنواع العبادة والذي نفت إحياء الليل بالقيام فقط والله أعلم. ومما يدل على فضيلة العشر من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله فيه للصلاة والذكر حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة، فإنها فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل، فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله، فما هي إلا ليال معدودة ربما يدرك الإنسان فيها نفحة من نفحات المولى فتكون سعادة له، وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن ترى كثيرا من المسلمين يمضون هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم، يسهرون معظم الليل في اللهو الباطل، فإذا جاء وقت القيام ناموا عنه وفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا لعلهم لا يدركونه بعد عامهم هذا، وهذا من تلاعب الشيطان بهم ومكره بهم وصده إياهم عن سبيل الله وإغوائه لهم. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والعاقل لا يتخذ الشيطان وليا من دون الله مع علمه بعداوته له، فإن ذلك مناف للعقل والإيمان. قال الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ومن خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، وهو من السنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال: إني أعتكف العشر الأول، ألتمس هذه الليلة، ثم أعتكف العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي صحيح البخاري عنها رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف 20. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، فاستأذنته عائشة فأذن لها فضربت لها خباء، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فضربت خباء، فلما رأت ذلك زينب أمرت بخباء فضرب لها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأخبية قال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آل بر أردنا بهذا، انزعوها فلا أراها. فنزعت وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. الاعتكاف كما تقدم لنا هو لزوم مسجد لطاعة الله، الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله، يعني الإنسان لو اعتكف، لو جلس في المسجد من دون نية الاعتكاف ما يعتبر معتكف، لأن الاعتكاف عبادة، والعبادة لا بد لها من نية،
لابد أن تكون عن نية، فهو لزوم المسجد لطاعة الله. ما دام أنه لزوم المسجد معناه أن الخروج من المسجد، أن خروج المعتكف من المسجد إذا لم يكن لحاجة ضرورية أنه يفسد الاعتكاف. الخروج من دون حاجة ضرورية يفسد الاعتكاف لأنه مناف للاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم المسجد، والخروج منه مناف لهذا الإقامة والاعتكاف فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان، كان يعتكف يتلمس ليلة القدر عليه الصلاة والسلام. هو عبادة بنفس الأمر الاعتباد، لكن يتلمس في هذه العبادة، يتلمس عسى أن يعثر وأن ليلة القدر. فهو اعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأول من شهر رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأخير. فلما قيل له وأوحي إليه أنها يا وحي نزل به جبريل، يا إلهاما من الله جل وعلا أنها في العشر الأخير من شهر رمضان، خصص اعتكافه في العشر الأخير من رمضان. فكان صلوات الله وسلامه عليه يعتكف العشر الأخير، وإذا أراد أن يعتكف دخل إذا صلى الصبح، يعني ما يعتكف من أول الليل. نعم، هي الليلة التي نحن فيها هي تابعة للنهار الذي بعدها، يعني الليلة هذه مثلا تسمى ليلة الأحد وغدا الأحد، يعني هي تابعة لليوم الذي بعدها. فلو نذر ناذر أن يعتكف العشر الأخير من رمضان كان يجب عليه أن يدخل قبل الغروب، يجب عليه أنه يدخل قبل الغروب حتى يستوفي الزمن الذي نذره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينذر الاعتكاف، وإنما يدخله تبرر وتطوع عليه الصلاة والسلام. فكان من هديه أنه لا يدخل المعتكف إلا إذا صلى صلاة الصبح. إذا صلى صلاة الصبح مثل الليلة هذه دخل مكان اعتكافه، ويضرب له عليه الصلاة والسلام خباء في المسجد، وكذلك نساؤه اللاتي يعني اعتكفن معه يضرب لهن أخبية. فالخباء في المسجد لا بأس به ما لم يضيق على المصلين وعلى المتعبدين. إذا كان مثلا يضيق عليهم ويحجز الأمكنة عنهم ما ينبغي، لأن المسجد هذا إنما هو لعموم المصلين، ما يختص به واحد دون الآخر لعموم. ولهذا يتحجرون هذه الأمكنة ويفرشون فيها ويبيعونها على الناس. يبيع هؤلاء يعني قد أتوا إثم كبير، فعلوا إثما كبير. يأتي الرجل أو تأتي المرأة لم تأخذ لها يعني سجادة طويلة عريضة تحجز بها مكان، حتى إذا جاء أحد تبيع عليها المسجد تبيعها عليه. هذا لا يحل ولا يجوز، هذا لا يجوز، هذا لمن سبق، من سبق إلى مباح فهو أحق به. هذه أشياء المساجد، هذه الأحق بها الأسبق إليها، هذا هو الواجب. ولهذا مثل يعني إيش الفرش ومثل الحاجات التي يدخلون بها المعتكفين، هذه ما ينبغي أنهم يجعلونها تضيق على المصلين وعلى المتعبدين وعلى أبدا. يأخذ بقدر مكانه الذي يصلي فيه والذي يحمله، أما يتحجر الأمكنة. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله ذكروا هذا وبينوه، وحتى بعضهم قال إن الصلاة إنها قد لا تصح إذا صلى الإنسان بمكان متحجر، فهذا مغتصب يخشى أن المصلي فيه إنها لا تقبل صلاة لأنه صلى في مكان مغصوب. وإلى الأسف. في أسئلة؟